الداخلية تحبط محاولة لتفجير جامعة العنود بالدمام، وأيضا في أهل لهذا المساء آخر الأحداث والمستجدات السياسية والأمنية في اليمن، بالإضافة إلى فقراتنا الثابتة في أهل. يا هلا فيكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم يا هلا. بالتأكيد ستكون تغطيتنا في البداية للجريمة الإرهابية التي استهدفت اليوم جامع العنود في الدمام، والتي ولله الحمد استطاعت يعني الداخلية ورجال الداخلية من الحيلولة دون أن يتم استهداف المصلين، وبالتأكيد الحقيقة كان هناك ضحايا يعني نرفع لهم العزاء، حيث تمكنت الداخلية من منع الجريمة الإرهابية من تفجير جامع العنود واستهداف المصلين بمدينة الدمام، وذلك أثناء ما كانوا يؤدون صلاة الجمعة. بيان الداخلية أوضح أن رجال الأمن اشتبهوا بسيارة عند توجهها لمواقف السيارات المجاورة للمسجد، وعند توجههم إليها وقع الانفجار في السيارة ونتج عن مقتل 4 أشخاص رحمهم الله. يعتقد أن أحد من قضوا هو من قام بهذه العملية الإرهابية، ممن أغرر بهم وقام بهذه الجريمة. اشتعلت النيران في عدد من السيارات المحيطة. المتحدث الأمني صرح كذلك في بيان إلحاقي أن نتائج التحقيقات الأولية أكدت أن الانفجار تزامن مع توقف السيارة المشتبه بها، وكان ناتج عن قيام شخص متنكر بزي نسائي بتفجير نفسه بحزام ناسف عند بوابة المسجد أثناء توجه رجال الأمن للتثبت منه، حيث ذكرت في البيان الإلحاقي أنه نتج عن ذلك مقتله واستشهاد 3 أشخاص آخرين وإصابة 4 بإصابات غير مهددة للحياة، تم نقلهم للمستشفى وخرج غالبيتهم من المستشفى، ولا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية. بالتأكيد سنقف الحقيقة مع هذا الجرم وهذه الجريمة التي ولله الحمد حالت جهود رجال الأمن دون أن تصبح جريمة يعني يذهب ضحيتها الحقيقة مئات المصلين الذين اقتضى بهم الجامع. سنقف كثيرا مع هذه الأيادي الخبيثة التي تحاول الحقيقة أن تمس لحمة الوطن، أن تحاول أن تزعزع أمن الوطن، ولكن ثقتنا في الله ثم في قيادتنا ورجال الأمن كبيرة بالتأكيد. دعونا في البداية نتابع احنا وياكم هذا التقرير، وبعد ذلك سيكون النقاش حول هذا الموضوع. بيت من بيوت الله اجتمع. جمعة أخرى وتكبيرة لله تقطع، وجذور فتنة تحاول أن تكبر في أرضنا، ومحاولة فاشلة أخرى لشق الصف وزعزعة الأمن وإشعال الفتنة، هذه المرة مخطط إرهابي لتفجير مسجد بمدينة الدمام أثناء تأدية المصلين شعائر صلاة الجمعة. حول تفاصيل هذه الحادثة
المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أكد على أن نتائج التحقيقات الأولى أشارت إلى أن الانفجار تزامن مع توقف السيارة المشتبه بها، ونتج عن قيام شخص متنكر بزي نسائي بتفجير نفسه بحزام ناسف عند بوابة المسجد أثناء توجه رجال الأمن للتثبت منه، حيث نتج عن ذلك مقتله وثلاثة أشخاص آخرين وإصابة أربعة بإصابات غير مهددة للحياة ونقلهم إلى المستشفى، وما يزال الحادث محل المتابعة الأمنية. رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جنته. إلى كل من يحاول أن يفجر عداء طائفيا بين أبناء هذا الوطن، لن تفرقونا بأعمالكم البشعة، واعلموا أننا نزداد تلاحما وقوة. في الأمن تجتمع المذاهب كلها، جسد يفيض توددا وتراحما. قالوا نفجرهم يزيد فرقة، لم يعلموا أننا نزيد تلاحما. اللهم احفظ بلادنا من شر الإرهاب ومن بلاء الطائفية ومن كيد المتربصين. للحديث حول هذا الموضوع ينضم معنا في الاستوديو الباحث في الجماعات المتطرفة الأستاذ حمود الزيادي، وكذلك ينضم معنا أستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود دكتور مطلق المطيري، وسيكون معنا إن شاء الله خلال الحلقة مجموعة من الاتصالات الهاتفية من ضمنها الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وكذلك سيكون معنا عضو مجلس الشورى اللواء عبد الله السعدون، وكذلك سيكون معنا الكاتب الدكتور توفيق السيف. حياكم الله معنا جميعا. يعني خلونا نبدأ الحقيقة بتعليقكم على هذه الجريمة، والتي ولله الحمد يمكن جهود الرجال الداخلية ورجال الأمن حالت دون أن تكون كارثة كبيرة ويذهب ضحيتها مئات من المصلين الذين كانوا في جامع العنود في الدمام. خلينا أبدأ معك حمود، يعني داعش ما زالت تحاول بهذه الطرق، السيناريو واضح ربما مشابه ل يعني ما حدث في القديح على سبيل المثال، لكن العيون اليقظة رجال الأمن ربما حالت دون أن يكون هناك كارثة كبرى. يعني أريد منك تعليق وتعقيب حقيقة على دوافع مثل هذه الحقيقة الجرائم التي يريدونها فيها فعلا ينهشوا أو يؤثروا على اللحمة الوطنية وعلى أمن الوطن. مساء الخير، أعزائنا الوطن وأعزائنا الأسر الذين ذهبوا أبنائهم ضحية لهذا الحادث الإرهابي، وأعتقد أنه هذا لن يزيد المجتمع إلا تماسك في وجه هذا الإرهاب القبيح. الحقيقة أنه تنظيم داعش يلعب على وتر البعد الهوياتي الطائفي في المنطقة، فهذا نهجه في العراق ونهجه في سوريا، ويريد أن يوسع الدائرة لتكون السعودية جزء من هذا النطاق. تنظيم داعش تنظيم يرى أنه استطاع أن يوصل إلى دول ومناطق يصعب الوصول إليها، ولذلك أراد أن يصل إلى السعودية أن تكون جزء من هذه الدائرة. جهاز الأمن السعودي استطاع أن يفتت خلايا قبل أن تقوم بأعمال إرهابية منذ مايو 2014، ثم خلية تمير التي تم تفكيك عناصرها الذين كانوا يبعثون مجموعة من أو يبتعثون مجموعة من أبناء المنطقة إلى القتال هناك من أجل العودة مرة أخرى. وبالتالي في نوفمبر 2014 أصدر بيان صوتي زعيم الإرهابيين أبو بكر البغدادي، تحدث فيه عن استهداف ثلاث دوائر في المملكة: المواطنين الشيعة، المؤسسة السياسية عبر يعني العائلة المالكة، حددهم بالاسم بنعت طبعا قبيح يليق بهذا زعيم الإرهابيين، والدائرة الثالثة هي جهاز الأمن السعودي، بمعنى أن هذه الدوائر هي مكونات الأمن في المملكة، سواء المؤسسة السياسية المؤسسة الأمنية والبعد الاجتماعي عبر ضرب محاولة ضرب وتفتيت اللحمة الوطنية. هذا هدف استراتيجي للتنظيم حتى يخترق المكون الوطني. هناك تصدي له، هناك وعي من المجتمع، وهناك أعتقد أنه كل حادث الدالوة في الحسا في نوفمبر، حادث القديح قبل أسبوع، وحادث المسجد العنود اليوم في الدمام، هذه استمرار لنهج داعش باستهداف الأمن السعودي وفق رؤية داعش لمحاولة تفتيت الدول والسيطرة عليها وإيجاد بؤر لهذا التنظيم. الآن هو يتواجد في عدة مناطق، في يعني هو نص سوريا تحت يده،
الثلث العراق تحت هذا الوضع، لذلك هو يريد خلق هذه البؤر في ليبيا تواجد، وفي اليمن أراد التواجد، لذلك جزء من القيام السعودية بمناصرة اليمن والحكومة الشرعية هناك منعا لوجود هذه البؤر في المنطقة حتى لا تتسع دائرة الإرهاب في المنطقة عبر هذه الميليشيات والتنظيمات اللي تسمى ترانس ناشونال موفمنتس أو الجماعات العابرة للدول، وبالتالي يخلق هناك تحالفات بين هذه التنظيمات ودول مارقة في المنطقة، النظام الإيراني خلفها، أيضا النظام السوري يشجع هذا الأمر، أفسح المجال لداعش حتى يضرب هذه المكونات في المنطقة وأيضا يشوه الثورة السورية المدنية. أيضا هناك نقطة مهمة أعتقد أنه محاولة الإصرار، تلو الإصرار هو من أجل بعد تعبوي للتنظيم، حتى لو كان عملا سهلا، عمل مدني مسجد أو سوق أو غيره، هذا عمل في أي مكان في العالم سهل الوصول له من أي مجرم من أي قطاع طرق، ليس عملية تنظيمية تدل على قوة التنظيم، هي تدل على بؤس التنظيم أنه وصل إلى هذه المرحلة البائسة من استهداف أناس يصلون وركع سجود، بينما هذا الإرهابي ذهب وقت الصلاة ولم يقم بواجبه وفرضه وذهب ليقتل هؤلاء الأبرياء مهما اختلف معهم. وبالتالي أنا أعتقد أننا أمام اليوم حرب مفتوحة مع الإرهاب في المنطقة، السعودية جابهتها على مدى 13 عاما وطالبت المجتمع الدولي الذي لم يقف بواجبه المطلوب، طالب الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه واستمرت القيادة السعودية في عهد الملك سلمان بمحاولة أنه الطائفية والإرهاب هما صنوان لهذه التحالفات في المنطقة، يجب أن تواجه بإجراءات دولية. طيب دكتور مطلق، يعني داعش ومحاولاتها البائسة لزعزعة الصف استهدفت رجال الأمن، استهدفت المدنيين وها هي تستهدفهم، حتى المصلين وهم في دور العبادة تستهدفهم، يعني لا، يعني لا يوجد أي ذرة من الإنسانية الحقيقة، ولا يوجد يعني كل ما تريد له هي أن تزعزع الصف بهذه القلاقل التي تريد أن تخلقها. كيف يمكن تقيم الحقيقة، يعني دورنا كمواطنين، تماسكنا، تلاحمنا الحقيقة، حتى فعلا يعني لا نظن مثل ما قالوا الشباب يعني خابوا وخاب مسعاهم في أن يفرقوا ما بين الحقيقة أطياف المجتمع جميعا. أول شيء أهلا فيك وأهلا بمشاهدينك، بعد تعزية الوطن وذوي الشهداء، ونطلب الله سبحانه وتعالى شفاء المجروحين. داعش لا تجهلنا كثيرا طرقه ولا تجهلنا كثيرا أهدافه، ونحن معروفة مثل عندك أهدافه ومعروفة طرائقه ومعروفة حتى قناعاته الدينية ومشروعه السياسي، وطبعا ربط بين الجانب السياسي والجانب الديني، ونبي نتكلم حنا بعد شوي عن الجانب السياسي والجانب الديني، ولكن في هذه العملية اليوم فتزامن في نجاح لا بد أن نشيد فيه رجال الأمن وحتى في المواطن، استطاعوا أن يوقفوا هذا الإرهابي عند حدود معينة قبل أن يوصل لهدفه ويقتل أعداد كبيرة، وهذا ما كان يقصده. وهنا إشارة لوعي المواطن وإصراره على تقديم التضحية لحماية أبناء وطنه وحماية وطنه ودعم حتى النسيج الاجتماعي اللي يراه اللي يلعب عليه داعش ويرى أن هناك اختلاف سوف يحقق له بعض المشروعية عند المجتمع وسوف يحقق له بعض التأييد حتى لو كان ضمني، لأنه يلعب على ورقة الطائفية. ولو رجعنا حنا لمفهوم الطائفية نجدها أنها مثل هي مثل قناعة مستوردة لنا من الخارج، ونعود فيها مثل عام 1407 عندما أتت من إيران وزجت في بعض عملائها ولا بعض المتعاونين معها في أحداث في الحرم، وكانت ترفع شعار الطائفية وترفع شعار المذهبية وتنادي بخلق هذا الصراع الطائفي. إذن نحن أمام، يعني لما نتكلم حنا عن الطائفية لا نتكلم عن شيء جديد ولا لم يكن نتيجة الإرهاب، نعرف أن الإرهاب له برضو طرق يعني أخرى، ولكن الطائفية كانت هي مستوردة وعملت فيها، يعني دفعتها إيران للمنطقة بضمن ما يسمى بتصدير الثورة، وعززت هذا ببعض المشاهد سواء على مشاهد التفجيرات أو خطب سياسية أو بعض أو خلق بعض الجماعات مثل يعني حزب الله اللي
تعمل لصالح طهران وما نشهد من الآن في حوثين. فنحن فرضت علينا الطائفية تريد أن تجعل هو خيارنا الوحيد للتعامل حتى مع الأبعاد السياسية سواء الإقليمية وسواء الدولية. لما نأتي للمجتمع الدولي نجد أنه هو يتهم بتعزيز هذا النهج الطائفي، وهو يتهم في ساحة طريق الإرهاب أكثر من أنه هو مثلا عامل مساعد على تخفيف الإرهاب أو معاقبته. نعم دكتور، بس أستاذك معنا اتصال هاتفي حنكمل معك. معنا الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. الشيخ سعيد حياك الله معنا. خليني أتكلم، يعني أريد منك شيخ سعيد يعني تعليقك على هذه الأحداث، يعني وبالتحديد اليوم الحدث الحقيقي وهذه الجريمة النكراء اللي صارت من خلال استهداف المصلين وهم في المسجد يؤدون صلاة الجمعة. تعليقك على من يريد حقيقة أن يتكلم أو يؤجج موضوع الطائفية، يعني سواء بتحريض أو سواء بتأييد أيا تكن، ودور حقيقة المشايخ الذي يجب أن يكون حاضر في مثل هالمواقف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لا شك أن ما حدث هذا اليوم وما سبقه في الجمعة الماضية من تفجير في المسجد أو في مسجد اليوم هو جريمة بكل المقاييس، ونوع من الإفساد في الأرض، وأيضا عمل لا يقره عقل ولا دين، ولا يقع فيه إلا من لا خلاق له ولا دين ولا عقل. ولا أدري كيف يعني تدمر عقول هؤلاء وتسلب أفئدتهم ثم يقدمون على مثل هذه الأعمال الإجرامية التي يكونون هم أول وقودها، حيث يقتل نفسه. ومعروف في دين الإسلام من يقدم على قتل نفسه وهو الخلود في النار، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توجأ بحديدة فهو يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن احتسى سما فهو يحتسيه في نار جهنم خالدا مخلدا، ومن تردى من جبل أو من شاهق فهو يتردى على أم رأسه في جهنم خالدا مخلدا. فهي جريمة في حق النفس أولا. يعني قد يقول الإنسان أنه أحيانا قد يضحي بنفسه في سبيل يعني عقيدته وفي سبيل دينه وفي سبيل مثلا أمن بلده، وهذا مشروع، لكن في سبيل أن يعني يدمر يقتل المسلمين ويخيف عباد الله في بيوت الله عز وجل، ويريد أن يحدث فتنة في هذا البلد الآمن. يعني صعب على هؤلاء أن يبقى هذا البلد المقدس المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين، صعب عليهم أن تبقى آمنة. يريدون جرها إلى الفتنة، يريدون أن يحولوها إلى مثل ما يحصل الآن في العراق وفي سوريا وفي غيرها من البلاد. هذه البلاد آمنة والله كتب لها الأمان، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله قضى في سننه الكونية أن تكون آمنة، ولذا قيض الله عز وجل لها من يحمي أمنها في القديم وفي الحديث. في الحديث هذه الدولة الراشدة المباركة التي تقوم على الأمن ويهمها أمر الأمن وحاجزها الأول والأخير الأمن، ولذا وفقها الله سبحانه وتعالى، وفق الله القائمين على الأمن وعلى رأسهم ولي العهد، طبعا رأس الجميع الملك سلمان حفظه الله وأمد في أجله، ثم ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، الرجل الذي عرف بنجاحاته ويعني تحقيقاته العظيمة لهذه المنجزات في سبيل أمن هذه البلاد، حتى غدت بلادنا مضرب المثل في الأمن في العالم، وحتى أصبحت الضربات الاستباقية التي وجهت لهؤلاء المفسدين في الأرض من يعني خوارج هذا العصر أصبحت يعني مثالا يحتذي به رجال الأمن في العالم كله. كل هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى الذي أراد لهذه البلاد أن تكون آمنة، لكن هؤلاء يتنكرون بسنن الله عز وجل ويريدون أن يحدثوا مثل هذه الفتنة. هم ليس هدفهم التفجير في مساجد الشيعة من أجل الشيعة في حد ذاتهم، لا، هم يريدون أن يدقوا مسمارا وأن يوجدوا فتنة بين أهل الإسلام في هذا البلد الآمن، وإلا الشيعة فهم متواجدون معنا من زمان ويتعايشون معنا رغم الخلاف الفكري والعقدي، لكن التعايش قائم بيننا وبينهم. والله ما أمرنا أن نقتل من خالفنا في الفكر. الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إلي. فلا يجوز قتل المخالف لأنه مخالف فقط، وإنما يقتل حينما يكون مقاتل،
لأن علة القتل المقاتلة كما قال الله فإن قاتلوكم فاقتلوهم. أما ما داموا يعيشون معنا ونحن نعيشهم فلا يجوز استهدافهم ولا تفجير حسينياتهم ولا مساجدهم، ولا يأمر أهل السنة بهذا. نعم. ولا ينبغي أن يكون في قلوب مثل هؤلاء شيء يعني من الحزازية، لأننا نحن وإياهم مستهدفون من هذه الفئة. يعني هم فجروا في مساجدهم وفجروا أيضا في جميع مساجد يعني أماكن المملكة العربية السعودية، واستهدفوا حتى في مكة المكرمة وحتى في المدينة وحتى في أماكن كثيرة. فهؤلاء الضلال سلبت عقولهم ودمرت أفئدتهم ومسخت، لأنهم يعني والعياذ بالله أسقطوا وأحرقوا أوراق العلماء واتخذوا لأنفسهم علماء جهال ونكرات ومجاهيل ما نقدر. طيب شيخ سعيد، نعم شيخ سعيد، يعني أريد منك رسالة الحقيقة للآباء للأمهات. يعني هؤلاء يعني يستهدفون الشباب ويغررون بأفكارهم، يحاولون أن يجندون سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني سابقا كنا نعاني الحقيقة، يجندون ويغررون بالشباب لأجل الجهاد في سوريا، الآن صاروا يغررون بهم لأجل يقوموا بأعمال إفساد وأعمال أعمال إرهابية. يعني ما الرسالة التي يمكن نقول الحقيقة للآباء للأمهات للمجتمع ككل حتى فعلا نحصن أنفسنا من مثل هؤلاء أصحاب الأفكار الضالة؟ أولا أوجه رسالة للشباب أنفسهم الذين يغرر بهم، ونقول لهم عودوا إلى العلماء الراسخين وهم أصحاب القدم الراسخة في العلم، العلماء الموجودون في المملكة العربية السعودية وفي كل بلاد المسلمين، وأيضا العلماء الأموات الذين وإن ماتوا بذواتهم فإن علومهم موجودة. السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن أئمة الهدى والدين ومن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن كلام أيضا العلماء المعاصرون أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم وسماحة الشيخ الألباني وغيرهم من العلماء الذين عاصروا هذا الفكر وردوا عليه وأبطلوه. نقول لهؤلاء الشباب لا تتخذوا رؤساء جهال. الآن يدخل الواحد منهم إلى النت ويجي على مواقع ويأخذ الكلام ممن من كنا أبو محمد أبو علي أبو عبد الله أبو فلان أبو معاذ أبو من هو هذا؟ يجب أن تتثبت حينما تأخذ دينك ثم تدخل في قضية فتنة تعرض فيها نفسك لخسارة الدنيا والآخرة. فاتقوا الله أيها الشباب بأنفسكم. ثانيا المسؤولية مشتركة ليست فقط على الشباب، هي على الآباء والأمهات في البيوت مراقبة سلوك أبنائهم، وإذا لاحظوا شيء من هذا يبلغون الجهات الأمنية. خير لهم أن يبلغون بهم ويكفونهم عند نقطة معينة من الجريمة قبل أن يصلوا إلى الجريمة الكبرى بقتل أنفسهم وقتل الناس معهم. أيضا مسؤولية مشتركة يقوم عليها أيضا الإعلام، الإعلام في وسائله المتعددة المقروءة والمسموعة والمنظورة يجب أن يوجه كلمات ويوجه يعني برامج معينة تستهدف هؤلاء، تبين لهم الحق، تبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة، تبين لهم الآراء والفرق الضالة. كذلك الخطباء في المساجد والمدرسون في المدارس في المتوسط وفي الثانوي وفي الجامعة هو دور عام مشترك. أما ما يريدهم أن يحققوه لنا في أو من أهدافهم هو يعني إثارة الفتنة في بلادنا أو يعني تفكيك اللحمة والالتصاق الكبير بين أفراد هذا الشعب فهذا محال. مهما سووا لا يمكن أبدا. نحن في هذه البلاد مستهدفون من زمان من الأعداء في القديم وفي الحديث، لكن كل من يستهدفنا يعود هدفه عليه وباله عليه ومكره يحيق به، وتبقى هذه البلاد وستبقى بإذن الله آمنة مطمئنة ما دامت ترفع شعار الإسلام وتدافع عن الإسلام وتحكم شريعة الإسلام وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ويحمل هذا الرأي قادتها ويعلنونها على كافة المنابر أن الدين خيار لا يعني استراتيجي مصيري بالنسبة لهذه البلاد. شكرا الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني. احنا بنكمل معكم بس استاذنكم بفاصل قصير، وبعد ذلك سنكمل حديثنا وتعليقنا على الجريمة الإرهابية التي كانت في جامع العنود في الدمام.
يا أهلا فيكم من جديد. نتابع حديثنا عن الجريمة الإرهابية التي كانت في جامع العنود في الدمام، ولله الحمد رجال ما استطاعوا الحقيقة أن يحبطوها قبل أن تكون الكارثة الكبرى، وبالتأكيد يعني نرفع تعازينا للشهداء الذين ذهبوا ضحية هذا التفجير، من ضمنهم طبعا ابن الزميلة الإعلامية والكاتبة في صحيفة الجزيرة الأستاذة كوثر الأربش، للحقيقة يعني كانت قلم دائما يقف في وجه الطائفية ودائما ما كانت تتحدث بكل عقل وبكل اتزان. ها هو كذلك ابنها يقف على باب المسجد ويذهب ضحية هذا التفجير حقيقة، وهذه العملية وهذه الجريمة الإرهابية. نكمل ومعنا كذلك ضيوفنا يستمروا معنا في الاستوديو، الباحث في الجماعات المتطرفة الأستاذ حمود الزيادي، وكذلك الكاتب في صحيفة الرياض وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور مطلق المطيري. خليني أتكلم عن جزئية جدا مهمة. يعني نعرف نحن الحين في حالة حرب، ونحن لدينا يعني الآن يعني بالتأكيد كلنا قلبا وقالبا مع قيادتنا ومع رجال الأمن ومع جنودنا البواسل اللي يحاولون الدفاع على أرض الوطن، وهناك جبهة داخلية يجب أن تكون قوية لدائما وما كن يعني كنا وما زلنا من توحيد المملكة عام 1319 ليد الملك عبد العزيز رحمه الله نسيج اجتماعي متحد. ربما أرادوها فتنة لكن رددوا الحقيقة السعوديين يعني إخوان سنة وشيعة والوطن ما نبيعه. يعني خلينا أتكلم حمود عن هالجزئية، عن دورنا كمواطنين الحقيقة، ومثل ما قلنا يعني خابوا وخاب مسعاهم في مسألة أنه يخلقوا فتنة أو يوجدوا زعزعة للحمة الوطنية فيما بيننا كسعوديين. نعم، يعني أولا أتقدم بالعزاء طبعا لجميع الضحايا إن شاء الله الشهداء، وتحديدا الزميلة الأستاذة كوثر الأربش، هي نموذج لهذه الرمزية الوطنية، هي تدافع عن القيم الوطنية طوال الفترة الماضية. ابنها قضى في هذا الحادث في وجه هذا الإرهاب، وهو يعبر عن هذا التماسك المجتمعي في وجه هذا الإرهاب الذي يريد تفتيت هذا الوطن. وبالتالي أنا أشوف أنها رمزية إيجابية رغم الألم الذي فيه، ورغم أننا نشاطرها روح الألم وروح العزاء، أنا أعتقد أنه هو رمزية لهذا الوقوف في وجه هذا الطوفان الإرهابي الذي يريد تمزيق هذا الوطن. البعد الآخر أنا أعتقد أنه من المهم جدا، والمجتمعات الناضجة تظهر في وقت الأزمات، تتصدى للتهديدات الخارجية أو الداخلية حينما تنشأ الأمراض داخلها، عبر تماسكها، عبر الوعي بضرورة بقاء المجتمع وتماسكه. هو التحدي، المجتمع الحقيقي هو من يظهر وقت الأزمات بتماسكه وبتصديه للأضرار والتهديدات الخارجية والداخلية. الملك سلمان حفظه الله قال في مؤتمر شرم الشيخ، تحدث عن الطائفية والإرهاب كحليفين ضد الدول المركزية في المنطقة. هذه النقطة تعيها المملكة جيدا، أن هناك عمل مدبر حقيقي سواء من منظمات أو من دول تتقاطع مصالحها. ليس بالضرورة، أنا لست مثلا من يؤمن أن هناك اتصال مباشر بين داعش وإيران، لكن هناك تقاطع مصالح وهناك تسهيلات بالأنظمة المارقة في المنطقة مع هذه التنظيمات الإرهابية، وهناك من يفهم اللعبة والإشارات بين بعضهم البعض للقيام بهذا الدور. لأن المملكة الآن لأول مرة تواجه، يعني في فترات على مدى 50 سنة الماضية واجهت أنظمة، واجهت مثلا الناصرية في فترة من فترات، واجهت تهديدات صدام حسين، تهديدات من بعد واحد. الآن المملكة تواجه تهديدات من دول مارقة في المنطقة وتنظيمات إرهابية. أنا أعتقد أنه التحدي الحقيقي الآن أمام الوطن وأمام المجتمع أنه يدرك أن هذه التهديدات الكبيرة لهذا الوطن العظيم من عدة أطراف. يجب أن يكون التحدي أكبر، ويجب أن يكون التصدي أكبر لبقاء هذا الوطن بإذن الله سيبقى موحدا بهذا النسيج الاجتماعي المتنوع الذي نعلم أنه متنوع طوال 100 عام، ويجب أن يبقى كذلك نحافظ عليه بوعي وليس بكلام عاطفي، لأن هذا قدره. ماجد الغامدي الجندي الذي قتله تنظيم داعش وخلية داعش قبل تفجير القديح بأسبوع أحرقوه، هو شاب سني من الجنوب. المطيري أبناء العم المطيري الذين قتلوا قبل ذلك بأسبوعين تم استهدافهم من نفس الخلايا، الآن تستهدف مساجد لأخوتنا بالشيعة. وبالتالي نحن الوطن هو المستهدف، لا يوجد هناك محاولة لتوظيف هذه الأوراق لخدمة التنظيمات الإرهابية. الأمير محمد بن نايف ولي العهد حفظه الله استهدف في رمضان 2009، يعني
فالوطن جميعه مستهدف من هذه التنظيمات الإرهابية، أحيانا تتقدم ورقة على الأخرى لتحقيق غايات معينة للنفاذ منها داخل الوطن. علينا أن نعي هذا البعد ونعلم أن الوطن الآن يستهدف من أنظمة مارقة في المنطقة وتنظيمات إرهابية خسيسة في المنطقة. طيب أنا أستأذنكم وأبي إحنا وياكم مشاهدين نتابع هذا التقرير اللي عنده زميلنا مصعب المرضي عن ذاكرة السعوديين والإرهاب. يعني نعرف ونتذكر ولا ننسى الحقيقة كثير من الجرائم الإرهابية اللي استهدفت أمن بلادنا، ويعني بلدنا بقي شامخ وسيبقى شامخ بإذن الله في وجه كل من يريد الحقيقة أن يمس أمن البلاد أو يريد أن يزرع فتنة. بالتأكيد يعني بلادنا بالمرصاد لهم، كلنا مواطنين ملتفين ومتعاضدين وموارين كذلك لقيادتنا. خلونا نشوف هذا التقرير وبعد ذلك نكمل الحوار. سبعة أيام فقط هي الفاصلة بين فاجعتين داميتين، وكلتاهما في يوم الجمعة. أتراهم يختبرون صبرنا وقوتنا، وحدتنا وتكاتفنا؟ أتراهم يحلمون بشق صفنا؟ أتراهم يأملون أن تشتعل الفتنة بيننا؟ إذن فإليكم يا أدوات الضلال، يا دعاة الفتنة، يا أضغاث أحلام ومنى سوداء، وإليكم رسالة واضحة: لا الأرض أرضكم، ولا السماء سماؤكم، ولا مكان لكم بيننا. وذاكرتنا السعودية لا تقتصر على هذين الحادثتين، ففي نوفمبر عام 2014 استهداف حسينية في قرية الدالوة بالأحساء راح ضحيتها 10 شهداء. 12 من ديسمبر في نفس العام إطلاق نار على مقيم دنماركي. 5 يناير لهذا العام هجوم مجموعة تنتمي إلى داعش الإرهابية على مركز سويف الحدودي شمال المملكة، استشهد على إثره رجلي أمن. 3 يناير إطلاق نار على مقيم أمريكي في الأحساء. 8 مارس تعرض ضابط أمن لإطلاق نار في الرياض. 29 من نفس الشهر إصابة رجل أمن في إحدى الدوريات في الرياض إثر إطلاق النار على دوريته. 8 أبريل استشهاد شرطيين شرق الرياض بعد استهداف دوريتهما بإطلاق نار. 5 أبريل إحباط 7 سيارات مفخخة كانت جاهزة للتفجير. 8 مايو إحباط عملية تهريب مواد شديدة الانفجار على جسر الملك فهد. 22 من هذا الشهر تفجير استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في بلدة القديح بمحافظة القطيف، وبنفس المواد المتفجرة التي أحبطت على جسر الملك فهد. الذاكرة السعودية لن تنسى أبدا هذه الجرائم التي استهدفت وحدة وطن، مرة باستهداف رجال الأمن وأخرى باستهداف المدنيين. ولسان حال السعوديين جميعهم: لن ننسى جرائمكم، لن نسامحكم، ووحدتنا من فكت نار تحرق كل من يحاول المساس بها، فخبتم وخاب مسعاكم. شكرا للزميل مصعب المرضي على هذا التقرير، وكأني بالحقيقة صوت كل مواطن سعودي لكل من يحاول يزازع من هذا البلاد، أنه خبتم وخاب مسعاكم. الإرهاب ليس جديد استهدافه للمملكة، نعرف ممكن استحضرنا مع الذاكرة بعض الحوادث الإرهابية والجرائم، ولكن كذلك ما ننسى ولن ننسى الحقيقة الجهود الكبيرة التي تقوم بها. يعني تحدث عن جهود رجال الأمن، نتحدث عن قيادتنا حقيقة بشكل عام بكل الأجهزة بالوقوف في وجه الإرهاب. جهود كبيرة عانينا من الإرهاب، ولكن ولله الحمد استطعنا أن نقف في وجه كل محاضن الإرهاب، وستبقى بلادنا كذلك بإذن الله. خلونا نرحب باللواء عبد الله السعدون عضو مجلس الشورى. سعادة اللواء حياك الله معنا، أريد منك التعليق يعني عن الجريمة النكراء التي حدثت اليوم، كذلك أريد أن أتحدث
عن جهود وزارة الداخلية اللي يعني ولله الحمد اللي ربما اليوم حالت دون وقوع كارثة لو حدث الانفجار بداخل المسجد، وبالتأكيد ما ننسى الضحايا والشهداء اللي ذهبوا يعني جراء هذه الجريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحمد لله على ما رأينا من هذا التكاتف وهذا التآزر بين أبناء هذا الوطن. أنا من بعد الظهر وأنا أنظر إلى مواقع التواصل وإلى التويتر وأجد هذا الاستنكار وهذا الشجب لما هو كائن في دار من دور العبادة وفي يوم الجمعة. ولذلك أول أنا أترحم على جميع الشهداء سواء كانوا من إخواننا الشيعة أو من جنودنا البواسل في كل مناطق المملكة. الشيء الذي أعتقد أنه مهم جدا هو كيف نستطيع أن نستبق مثل هذه الحوادث ونمنع حدوثها. أنا أعتقد أن الأسرة لها دور كبير جدا في هذا الجانب. يجب أن تكون مسؤولة عن أبنائها، يجب أن تجلس مع أبنائها، تعرف مع من يذهبون، تعرف من تحدث إليهم سواء كان في مدرسة أو في من أصدقائهم أو من معلميهم أو من أي مكان. يجب أن تكون الأسرة هي صمام الأمان الأول، ثم تأتي بعد ذلك المدرسة، ويجب أن 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 يكون المدرسة دور كبير جدا سواء معلمين أو مناهج في التقريب وإبعاد كل من يدعو إلى الفرقة أو التكفير أو غير ذلك، لأن الوطن في هذا الوقت بالذات يحتاج إلى جميع الجهود سواء بيت أو مدرسة أو في المسجد، وخصوصا خطباء الجمعة عليهم دور كبير جدا لأن الناس تستمع إليهم وتأخذ منهم وتثق فيهم. ويجب أن يعرفوا أنه لا يمكن أن تكفر إنسان يقول أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو شرط الإسلام، ولذلك مهم جدا هذا الشيء. الشيء الثاني، يجب أن تتحرك كل أطياف المجتمع لهذا الحادث، الحوادث الحقيقة التي الآن تحيط بالمملكة، والمملكة قوية جدا برجالها، بقيادتها، بشعبها، باقتصادها، بكل الأشياء هذه، ولكن نريد أن تكون هذه بداية لاجتثاث الإرهاب، ليس من المملكة فقط ولكن من العالم الإسلامي والعالم العربي الذي يعاني منه منذ أكثر من 50 سنة، ونحن في مشاكل ونحن في تفجيرات. هنا في باكستان كان هناك مدارس، وكان هناك في أفغانستان، وكان هناك في مصر وفي ليبيا وفي أماكن كثيرة وفي العراق وسوريا. ولذلك أنا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك وقفة جادة لمعرفة الأسباب الحقيقية وأيضا الاستعداد لها. بلا شك أعداء المملكة كثر، ولكن يجب أن نكون يقظين، لأن الوحدة الداخلية هي أساس النجاح في هذه الأشياء. شكراً. إذا اتحد الشعب من الصعوبة أن يخترق، مهما فجروا ومهما حاولوا نزدادوا صلابة ونزداد قوة ونزداد اتحادا، ونكون مع قيادتنا ونكون مع قواتنا. وأعلنوا قبل، رأيته أنا في هذا 1990، يجب أن نكون عيون وآذان لقواتنا الأمنية، لأي تحرك، لأي شيء نستشك منه يجب أن نبلغهم حتى يستطيعوا أن يحبطوا أي عمل قبل حدوثه. شكرا استاذ اللواء عبد الله السعدون عضو مجلس الشورى. احنا معكم بنكمل، لكن استاذنكم بهالفاصل القصير وبعد ذلك نكمل الحوار.
يا أهلا فيكم مشاهدينا الكرام. نتابع حديثنا ويتابع معنا في الاستوديو ضيوفنا كل من الباحث في الجماعات المتطرفة الأستاذ حمود الزيادي، وكذلك الكاتب في صحيفة الرياض وأستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور مطلق المطيري. دكتور مطلق، خليني أسألك، يعني في مثل هذه الظروف يجب أن يكون حاضر دور يعني المجتمع بشكل عام بكل أطيافه. أتحدث عن دورنا كمواطنين بشكل عام بأن نكون درعا حصينا حقيقة لكل من يريد أن يزعزع أمن أو يعني يريد أن ينشر فتنة في البلاد. نتكلم كذلك عن دور العلماء كذلك. يعني اليوم مثلا في الجوامع كانت يمكن غالبية خطب الحقيقة الأئمة كانت عن استنكار يعني حادثة القديح، ويعني وكان فعلا شيء جميل نشوف فعلا يعني جوامعنا تتحدث بهذه الحقيقة الطريقة. فالسؤال، كيف يمكن نلخص دور كل هؤلاء، يعني تحدث المواطنين بشكل عام، العلماء كذلك، والمساجد، أئمة المساجد بشكل خاص؟ طبعا مثل احنا لما نتكلم احنا عن وعي المواطنين، اصبح وعي المواطنين اكبر وربما يصل لحد التحديات التي تواجه التحديات الأمنية التي تواجه تحاول تضرب استقرار هذا البلد. نحن ولما نتكلم عن العلماء، هو المطلوب منهم أكثر أكثر وأكثر، وخاصة في جانب المعاضدة وجانب المساندة للمساندة للاعتبارات الأمنية، والمساندة حتى في مثل الأحداث اللي حصلت في اليوم واللي حصلت قبل أسبوع من الأحداث اللي ضربت يعني طائفة عزيزة علينا، هم شركاء معانا في الوطن، وجودهم وجود تاريخي وليس وجود طارئ في هذا البلد. ولما أتكلم عن وجود تاريخي ووجود أصيل، هم مكون أساسي من مكونات المجتمع السعودي، لا تستطيع أن تكتمل الهوية السعودية إلا بوجود هذا المكون. ربما وجودهم أقدم تاريخيا وأكثر أصالة من بعض ما يستهدف حتى وجودهم الآن في مناطقهم. هذا الشيء يعني لابد أن يكون مثل عنوان يعني واضح، وعنوان هو يتصدر مثل خطابنا الإعلامي وخطابنا التربوي وخطابنا الديني. حتى لو يعني تكلمنا عن اختلافاتنا حول مثل بعض الممارسات في العبادة أو ممارسات يعني تقتضيها قناعاتنا الدينية عند هذا الطرف أو عند هذا الطرف الآخر، ولكنها كلها تحت عنوان الإسلام وعنوان أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، وعنوان هذا انتماء للوطن اللي هو المملكة العربية السعودية. لا يستطيع أي منا أن ينفي الآخر، ولا يستطيع أي منا أن يخرج الآخر من الدين، ولكن كل هذه الاعتبارات هي من صنع هويتنا وصنع انتماءنا وصنع حتى وجعلنا ننتمي مؤمنين بهذا الدين. وأي اختلاف يكون في إطار الاحترام، مدام أنه يعزز انتماءنا كمجموعة متكاملة لهذا الوطن. طيب، أنا أستاذنكم معنا حقيقة اتصال جدا مهم، من صوت جدا مهم، صوت الوطن الحقيقة وصوت الاتزان والصوت الحاضر دائما معنا، الدكتور توفيق السيف. دكتور توفيق، حياك الله معنا. أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله يا دكتور. دكتور، يعني أريد منك حقيقة رسالة الحقيقة لإخواننا يعني من الشيعة، أريد منك رسالة الحقيقة حتى لمن يريد أن يزعزع صف يعني صف البلاد. هذا التنظيم الإرهابي الذي يحاول أن يزعزع حقيقة يعني الأمن، ولكن لن يستطيع ولن يصل لذلك. وحتى يمكن تابعنا ولاحظنا إخوان سنة وشيعة والوطن ما نبيعه، كان هذا عنوان جميل جدا يدل على التعايش فيما بيننا، وأن الوحدة الوطنية لا يمكن لمثل هؤلاء أن يمسوها يعني أو أنهم يؤثروا في رحمتنا. أريد منك تعليق دكتور في مثل هذا الموقف. شكرا جزيلا. في البداية أعزي بالشهداء الذين سقطوا اليوم دفاعا عن بقية المصلين، يعني هم ضحوا بأنفسهم كي لا يموت غيرهم. حقيقة منذ تفجير الدال وقبل 7 أشهر كان في كلام كثير حول علاجات، حول الحاجة إلى أن تطرح الحكومة برنامج عمل لمعالجة هذا المشكل، مشكل الانقسام على أرضية طائفية. بلدنا اليوم يعاني من انقسام شديد، انقسام على أرضية طائفية، وهنالك أشخاص معروفون بأسمائهم ينفخون في نار هذا الانقسام. لذلك نحن نرى هذه النتائج اليوم. أنا أشعر في أوساط الناس بحالة إحباط، بحالة غضب،
وأرجو الله عز وجل أن يقينا من عواقب هذا الغضب وهذا الأحباط. نحن بحاجة يا أخي إلى برنامج عمل لمعالجة هذه المشكلات. لا يكفي أن ننتظر حتى يأتي مجرم ويقتل الناس ثم نقول لا نحن بخير ويجب أن نبقى بخير. يجب أن نطرح الثغرات التي يتسلل منها هؤلاء، نطرحها على الطاولة ونناقشها ونبحث في علاجاتها. هذا هو المنطق العقلاني، هذا هو ما يفعله العقلاء جميعا. أريد أن أقول لك بين قوسين أن الشهداء الذين سقطوا اليوم لن يسمح بدفنهم في مدينة الدمام، لأن المشايخ حفظهم الله في الدمام ومن ورائهم بعض الجهات الحكومية لا تسمح بدفن الشهيد في الدمام، سيضطرون إلى دفنهم في الأحساء. هذه واحدة من الثغرات. حينما نتحدث عن انقسام اجتماعي ونقول أن هنالك أشخاص بعينهم معروفون ينفخون في نار هذا الانقسام، وجهات حكومية إما تدعمهم أو تتساهل معهم أو تجاملهم على حساب بقية الشعب، هذه مشكلة كبيرة. لا نستطيع أن ننتظر كل يوم وكل جمعة أن يأتي أناس حاقدون مجرمون ويفجرون في الناس ويقتلون الناس ثم نقول أخوان سنة وشيعة هذا الوطن منبيع ونكتفي. هذه حقيقة. كل الناس حريصون على بلدهم، كل الناس حريصون على أخوتهم. لا يوجد سعودي في هذا البلد لم يشعر اليوم والجمعة الماضية بالخوف والقلق. لا يوجد سعودي إلا وشعر بالألم العميق في داخل نفسه، لأن كل من سقط هم أولادهم وأخوانهم، ولو اختلفوا في المدينة أو في القبيلة أو في المذهب أو غير ذلك، لكن السعوديين دائما اعتادوا على أن يكونوا مع إخوانهم السعوديين. السعودي سعودي أولا. هنالك أقلية مارقة معها مجموعة من الشيوخ والدعاة الذين يعني يسعون ل النفوذ السياسي، أن يكونوا لأنفسهم قوة سياسية يستغلون هؤلاء الشباب يركبون هذه الأحداث. تخيل وزارة الأوقاف أصدرت تعميما هذا الأسبوع يأمر خطباء الجمعة بالحديث عن صلاة الجمعة، بالحديث عن ما جرى في القديح الأسبوع الماضي. لم يشر هذا التعميم إلى أن الشيعة مسلمين، لم يقل للخطباء تحدثوا عن الشهداء باعتبارهم مسلمين مثلنا أخوة لنا، فقط عن المشكلة باعتبارها قضية أمنية. إذا كانت وزارة الأوقاف تعترف ولا تتحدث عن الشيعة كمسلمين، فكيف نتوقع أن لا يأتي أن لا تأتي المشاكل؟ نحن بحاجة يا أخي إلى علاج لمشاكلنا. نحن بحاجة إلى النظر في أمرنا بصراحة وبشفافية، وإلا فمثل هذه المشاكل ستقودنا جميعا إلى الخراب والهلاك. ما يجري في الدول المجاورة نذير لنا. نعم دكتور. دكتور يعني أريد منك طيب تعليق. يعني داعش استهدفت رجال الأمن والآن هي تستهدف يعني المساجد ودور العبادة. يعني أريد منك يعني تعليق الحقيقة على أهمية يعني من يريد أن يخلق الفتنة، من يريد فعلا يعني معلش يعني لم نتحدث ولم يعني نحن نتحدث عن موضوع طائفية، ولله الحمد فيما بيننا كلنا كما ذكر سعوديون في وطن واحد، نعيش في وطن واحد يجمعنا هذا الوطن الكريم المعطاء. يعني خليني أسألك، من يدعو إلى حشد أو يدعو إلى الحقيقة أو يتحدث ويستغل مثل هالمواقف في يعني مثلا تسييس الموضوع، في خلق فتنة سواء في وسائل إعلام أو غيرها من الأماكن؟ الذين يفعلون ذلك يا أخي معروفون بأسمائهم وهم يتحدثون علنا. أنا لا أريد أن أذكر أسماء الآن، لكنهم معروفون. كل من يقرأ الصحف، كل من يعني له حساب في وسائل التواصل الاجتماعي يراهم يوميا يتحدثون هذا الحديث، كلهم معروفون. نحن بحاجة إلى علاج قانوني ومؤسسي. لا يفيد أن نصدر بيانات أو أن نتحدث في التلفزيون ثم ننام. نحتاج إلى علاجات مؤسسية. حينما يكون عندك مشكلة اقتصادية في البلد على سبيل المثال، لا تصدر بيانا، أنت تضع قانون، تضع استراتيجية لمعالجة المشكلة. هذا هو العمل المؤسسي. المشكلة الطائفية، الانقسام، الخلافات على أساس ديني في بلدنا تحتاج إلى علاج مماثل. ماذا يفيد أن أقول لك بأن الشيخ فلان هو الذي يثير هذه المشكلة أو أن الدولة الفلانية هي التي تثير هذه المشكلة؟ لماذا أصبحنا نحن كسعوديين كمجتمع سعودي تربة خصبة لمثل هذه المشاكل؟ لماذا أصبح من السهل على أعدائنا أن ينالوا منا؟
ألا يدل هذا على خلل؟ ألا يدل على وجود ثغرات؟ ألا يستحق هذا أن نفكر في علاجه؟ ماذا يفيد أن نصدر بيانات وأن نتكلم وأن ندعو الناس إلى الهدوء والسلام ثم نذهب وننتظر مفجرا آخر؟ نعم، أنا واثق 100% أن جميع السعوديين عدا تلك الأقلية الصغيرة التي تسعى للسلطة، أنا واثق أنهم جميعا يريدون وطنا آمنا، يريدون أن يعيشوا معا، يريدون أن يذهب أولادهم إلى المدرسة وإلى المسجد وهم آمنون مطمئنون، جميع السعوديين هكذا. لكن هذه الأقلية الصغيرة لا تستطيع أن تعيش إلا أن تكون حاكمة فوق الآخرين، إلا أن تكون هي النافذة، إلا أن يكون أمرها هي النافذ، ونحن الضحايا، أنت وأنا والأخوة الجالسين وكل سعودي شريف ضحية. إلى متى سنبقى نحن أسرى لهؤلاء؟ نعم، شكرا دكتور توفيق السيف الكاتب الصحفي. أريد منك التعليق حقيقة على يعني ما ذكره الدكتور توفيق، ويعني ربما خاصه بالتحديد يعني بعض المحرضين، يعني من يحرضون باسم الدين يتحدثون عن هذه الجزئية، ويمكن تلقاهم في تويتر بعضهم موجودين يتحدثون يصدرون الفتاوى. أنا أتوقع أنه جدا مهم فيما يتعلق بها الجزئية. نعم، أنا أعتقد الدكتور توفيق السيف رجل وطني ما في شك، لكن ربما أحيانا ضغط الحادث يجعل أحيانا بعض التقييم المقاربة يعني فيها بعض الخلل. أنا أعتقد هذا ما لم يذهب يفجر نفسه استجابة لهذا التحريض من داخل السعودية مع هذا الخلل، مع وجود هذا الخلل واعترافنا بهذا الخلل، لم يذهب لأن وزارة الشؤون الإسلامية مثلا أنا لا أعرف أو وزارة الأوقاف لا تسمح بدفن الأخوان الشيعة في مدافن الأخوان أشقائهم السنة. أنا أعتقد أنه هل يريد الشيعة أن يدفنون في مقابر السنة؟ أيضا هذا سؤال يجب أن نطرحه، لا نعرف. لكن على الأقل هو ليس استجابة، هو استجابة بتنظيم موجود يدعوه إلى القيام بهذا العمل. أنا أعتقد حتى هم، أنا أتابع ما يقولون هذا التنظيم الإرهابي، يقول أن الدولة ترعى الشيعة بشركياتهم كما يقول خطاب داعش. على العكس من ذلك، الدولة، لأن الدولة ترعى جميع مواطنيها، فلذلك سنستهدفهم نحن يا داعش، وبالتالي هذا مناقض لما يقول الدكتور توفيق السيف. هم ليسوا استجابة لتحريض داخلي محلي، رغم وجود هذا الخلل من بعض دعاة يعني على الهامش، ومقابل أيضا دعاة على الهامش في الطرف الشيعي الذين يقولون حشد شعبي كما جرى في العراق، وهؤلاء نقول لهم خسئتوا وهؤلاء نقول لهم خسئتوا. الوطن المملكة العربية السعودية بجهازها الأمني الذي مثار الدهشة والإعجاب في العالم جميعه، بل منع عمليات إرهابية في العالم أن تكون بمثل 11 سبتمبر بوثائق ومعلومات حقيقية سواء داخل السعودية أو في الخارج، واعترف بذلك حتى رئيس الوزراء البريطاني وكثير من المنظمات الدولية. المملكة هي تواجه الإرهاب بالتشريع وبالقانون قبل بعض الدول الأوروبية. أنا أعتقد أيضا أنا مع تشريع لتجريم الطائفية والكراهية، لكن أيضا أحيانا خطابات القيادة هي تعبر عن ذلك، وأحيانا هي يستند إليها كقانون. حينما تحدث الملك سلمان حفظه الله الأسبوع الماضي أنه سيعاقب كل من يؤيد أو يحرض أو يتعاطف مع هذا الأمر، وهو في إطار أيضا قانون الإرهاب ومكافحة الإرهاب. فالقوانين موجودة، القوانين لن تمنع الجريمة، القوانين نعم ستوضح للمجتمع وستساعد في محاصرة الظاهرة أن تنتشر في البلد مثلا أو في بلد من البلاد، لكنها لن تمنع الإرهاب ما دامت هذه التنظيمات تنشط في الدول الجوار ويسمح لها بالتمدد دون أن تضرب هناك. هذه هو يعني أنا أعتقد شظايا هذه التنظيمات تريد أن الوصول إلى داخل السعودية. طيب دكتور مطلق، خليني أتكلم معك. يمكن انتشر المقطع الحوار اللي كان ما بين يعني صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف ولي العهد وزير الداخلية، وما بين أحد الأخوان اللي كان ربما أحد أقاربه وأحد ضحايا تفجير القريح اللي كان الأسبوع الماضي، ويعني كيف كان يعني الحقيقة يعني بكل حكمة استمع منه، قدر انفعاله بسبب يعني ربما الموقف، ثم وضح رسالة ختمها بيجب أن يكون كلنا يد واحدة، وذكر أنه كذلك نقطة مهمة، لا أحد يمكن أن يقوم بدور الدولة، الدولة ستحاسب أي من كان يقوم بدورها. كيف يمكن نقف حقيقة مع هذه الرسالة؟
طبعا احنا شاهدنا كلنا هذا الحوار، وهو حوار يعبر عن وجهة نظر كل السعوديين، ويعبر كذلك ان هناك وجود دولة هي المسؤولة عن الامن، وليس الوضع انه منفلت وكلنا يستطيع ان يمارس حمايته بشكل خاص حتى لا نتحول مثل بعض الدول اللي نشاهدها من حولنا، ولكن ان الدولة ان هي المسؤولة عن الامن، وهي كذلك قادرة على حماية المواطن وامن المواطن، وأن جميع المواطنين هم سواسية في هذه الحماية. ولكن قبل يعني مثل بعد يعني هذا الموضوع نتكلم احنا مثل ما تكلم مثل اخونا مثل الدكتور يعني مثل سيف، وعن بعض الاختلافات الان الموجودة في داخل المجتمع، وانها هي من تغذي هذا الفكر الطائفي او هذا الفكر المتطرف. انت لا تستطيع ان تتدخل في قناعات الإيمانية لدى الشخص، ولكن تستطيع ان تعاقب جميع من تعرض لاستقرار هذا الوطن. ولما نتكلم عن الوطن نتكلم عن الوطن الأرض والمواطن أيضا، وهذا أيضا محمي ومحفوظ لكل مواطن ولكل مواطن من بداية من حصوله على هذه الهوية السعودية ومن جميع احتياجاته ومنها الاحتياج الأمني. إذا نحن لا نعاني من انتمائنا ولا عندنا مشكلة في هذا الانتماء. أنا الآن لما تحصل مثل الحادثة الآن اللي حصلت في مسجد العنود في الدمام، هي وحدتني مع الأخي الشيعي ضد ما يسمى داعش، حتى لو كان داعش سني، أنا في هذه اللحظة أنا شيعي، عرفت، ولو متضامن مع أخي لأنه مواطن سعودي لحمل أنا وياه نفس هذه الهوية. نحن تجاوزنا هذه المرحلة الطائفية، وتجاوزنا هذه المرحلة الحشد بصناعة مفهوم لانتمائنا نمارسه بشكل طبيعي. ومن وجد في خلل هناك له عقاب. نعم الخلل موجود عند الطائفتين، ليس محصورا على جهة مثل معينة. نشهد بعض حتى بعض الخطابات وبعض المنابر حتى من اخواننا يعني في اخواننا الشيعة من تندد في المملكة العربية السعودية وفي قيادة المملكة العربية السعودية وفي بعض وتكفر حتى بعض المذاهب. إذا التكفير لغة موجودة عند هذه الطائفة وموجود عند هذه الطائفة، ولكن على المستوى الوطن هذه مدانة وهذا مدان، والاعتبار الوطني هو المقدم على كل اعتبار. ولما نتكلم عن الاعتبار الوطني لا نتكلم عن تخلينا عن ديننا ونجعل كأن المفهوم الوطني هو ضد هذا الدين وضد الانتماء الدين. لا، هو ينتمي لهذا الدين ويحمي هذا الدين، ولكن بشكل متجانس وشكل منسجم مع كل تكوينات المجتمع مهما اختلفت فيها المذاهب. يجمعنا الإسلام ويجمعنا المملكة العربية السعودية، الأصوات النشاز نسمعها هنا ونسمعها هناك. نعم نحتاج لخطاب يعاقب وليس لخطاب يربي. جميل. نحن قعدنا نتكلم عن التربية وما تربية واستمرنا 30 سنة ولم نتحرك، نحتاج لخطاب. نعم. يعاقب من تعدى على أي طائفة. على شكرا 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 لكم جميعا. الحقيقة أشكر الأستاذ محمود الزيادي الباحث في الجماعات المتطرفة، وشكرا كذلك للكاتب في صحيفة الرياض واستاذ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور مطلق المطيري. شكرا كذلك لمن كان معنا بمداخلات هاتفية الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني، وكذلك عضو مجلس الشورى اللواء عبد الله السعدون، وكذلك الكاتب الدكتور توفيق السيف. الحقيقة يعني بالتأكيد كلنا مع الوطن، كلنا يد واحدة، كل من يريد أن يزعزع أمن الوطن أو ربما يؤثر في اللحمة التي بيننا كمواطنين سعوديين في هذا الوطن المعطاء نقول لهم خبتم وخاب مسعاكم بلسان كل السعوديين. سأذنكم بفاصل قصير بعد ذلك نعود لكم.